السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم بدرس جديد بعنوان جديد. طبعا اليوم راح ندخل في الفور ونتعلم شلون نطبق الفور على الانجولار 8. فكل هالاشياء راح نتطرق لها ان شاء الله بعد الانترو. رجعنا لكم من بعد الانترو. في البداية محتاجين احنا نفعل بعض الاشياء الخاصة بشنو بالانجولار. على سبيل المثال الحين احنا في من هذه الدرس راح نبتدي شلون احنا نستخدم مكاتب الانجولار. شنو المكاتب خاصة بالانجولار؟ الفور هي بطبيعته محتاج ان انت تضيف مكتبة خاصة من الانجولار وتضيفها داخل وين؟ داخل تضيفها داخل السمونه داخل الاب موديل. على سبيل المثال مثل ما تشوفون ان طريقه الاضافه ان انت تكتب امبورت وتكتب اسم المكتب اللي تبيها. نرجع مره ثانيه امبورت واسم المكتب اللي تبيها، عقب تكتب فروم. في هذه بعد الفروم في سورس معين انت تاخذ منه المكتبه. على سبيل المثال لو كان السورس غلط او الاسم غلط، انزين السورس غلط ولا الاسم غلط، ما راح تتم عمليه اضافه بشكل صح، وراح يصير عندك مشكله. زين خلونا نرجع يسمونه للإديتر، راح اراويكم شنو الشيء اللي بالضبط لازم تضيفونه اساس ان انتو ما يصير عندكم كونفيوز. وبعد راح اقول لكم شغله، ترى الانجولار عنده دوكيومنتيشن حد قوي، انت تقدر يعني تقدر انت تدش عليه وتفهم كل شيء. كل الكلام اللي انا راح اقول لك اياه موجود داخل، واكثر من الكلام اللي راح اقول لك اياه. زين خلونا ندش على الاديتر. في البدايه احنا محتاجين نروح على شنو؟ نروح على الاب موديل. الاب موديل وين حاصله؟ نسك كل الكومبوننت تنزل تحت بشيء اسمه اب موديل. مثل ما تشوفون انا طبعا ضايفه من قبل، فراح امسحه وراح اضيفه مره ثانيه وياكم. والله خل اضيف واحد ثاني جديد وياكم. طبعا هاي الشيء ما راح يكون موجود عندكم اللي هو هذه الامبورت. في البداية اذا انت راح تضيف اي مكتبة محتاج تكتب امبورت بهاي الطريقة، وتفتح قوسين مجموعة وتكتب اسم المكتبة اللي انت تبي تضيفها. على سبيل المثال اللي هو فورمز زين موديل بهاي الطريقة. لازم يكونون بالضبط، تشوف بداية كابيتال من كل حرف، بداية كابيتال لازم تركز بهاي الشيء. واذا كان سمول لازم تكتب سمول بالضبط الحرف هني. اذا كان سمول ولا كابيتال يعني مقلوبين راح يطلع عندك ايرور. تكتب فروم وبعد فروم تكتب مصدر وين انت تبيها، يعني مصدر المكتبه اللي انت تبيها. تشوف في وايد مصادر، انجولار سي ال اي، انجولار كومن، كومبايلر، في وايد مصادر لازم تحط انت المصدر الصح. يعني على سبيل المثال لو انا حاطط مثلا الفورم في انجولار سي ال اي يمكن تكون موجوده داخل وانا ما ادري، بس اذا كانت مو موجوده داخل ما راح يتم عمليه ان انت عمليه اضافه المكتبه بشكل صحيح. واحنا نعرف ان الانجولار يعتمد اعتماد كلي على المكاتب، يعني مثل ما تشوفون هذه كلها مكاتب المضيوفه داخل الاب موديل. فاحنا نكتب انجولار سلاش فورم بهاي الطريقه مثل ما تشوفون كتبناه بالضبط. لازم تتاكد ان بدايته كابيتال، من كل كلمه بدايته كابيتال. فورمز موديل طبعا انا ضايفه من قبل فراح امسحها. عقب ما انت تضيف هذه اللينك محتاج تضيف شيء ثاني. انت حنضفت هذه اللينك، اوكي انت حنضفت هذه اللينك. في داخل هني داخل الاب موديل في شغلتين. الشغله الاولى في مكان المكان الاول هاي خاص بشنو؟ خاص بالكومبوننت. انت من تضيف كومبوننت جديد داخل السي ال اي راح ينضاف بشكل تلقائي هني. الميزه اللي احنا نستخدمها اللي هي ان جي اللي نستخدمها اللي بنضيف احنا بنضيف كومبوننت جديد، هاي من الميزه انه هو راح يضيف لك اياه داخل الاب موديل. انت ما يحتاج كل مره تهني تضيف. على سبيل المثال هاي لاخر درس احنا ضفنا اللي هو الاب اللي ضفنا الايفنت كومبوننت اللي هو هاي مثل ما تشوفونه الايفنت كومبوننت، هو يضاف لي اياها هني وضاف لي داخل هاي الحلقه. مثل ما تشوفون الدرس اللي قبله كان البايب الستايل الامج، كل كومبوننت انا سويته اوتوماتيك يضيف لي اياها هني. هذه ميزه ان احنا نسوي بالتيرمينال ما نسوي بشكل مانيوال. اذا انت ضفته بمانيوال لازم تضيف هني مانيوال. فهذه الخانه الاولى خاصه بشنو؟ الاري الاولى خاصه بالكومبوننت.
الامبورت الثانية لازم اذا انت حين ضفت مثل ما تشوف الحين انا ضفت لينك جديد، هذه اللينك اسمه فورمز موديل. اوكي مثل ما تشوفون ان اللون ماله صاير شنو كانه مو اكتف مو انيبل، ليش؟ لان انا ما ضفته داخل وين، داخل الامبورتس. لازم من اضيف اي مكتب جديد لازم اضيفه داخل الامبورتس، فهمتوا علي؟ شوف مجرد ما نضفته داخل الامبورتس صار اكتف، رجع اللون الطبيعي. لو انا اسكر هذه، لو انا اسكر ذي الامبورتس مثل ما تشوفون صار رجع لونه باهت كانه شنو كانه من غير لون. لو انا يعني هو يقول لك الحين هذه مو شغال، يقول لك هذه اللينك مو شغال، شلون الشغله شلون تفعله؟ لازم تحطها داخل الامبورتس. هذه العملية انت في حال ان انت محتاج تضيف اي مكتبة جديدة لازم تسوي هذه الطريقة. المكاتب في بعضهم تنضاف اوتوماتيك في نفس ما رويتك بالكمبوننت، في بعضهم لا موجود هني، بس ان انت الحين خلاص عرفت طريقة الاضافة حق كل المكاتب. طبعا في مكاتب كثيرة حق الانجلر، وايد وايد في مكاتب، فلازم تعرف اسم المكتبة بالضبط والسورس مالها. ترى في احتمالية يتغير السورس، يعني انت يعني في بعض المكاتب تم ثابتة بعض المكاتب تتغير، فهذه المكتبة من المكاتب الثابتة فهي ما راح تتغير بإذن الله يعني. مثل ما تشوفون احنا سوينا عملية السيف، نرجع مرة ثانية. لازم تتأكد عقب ما تتسوي عملية السيف ترجع المتصفح تشوفها مالك، هل في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. اوكي خلونا احنا نسوي كومبوننت جديد على اساس ان احنا نشرح عليه الفورم. وين التيرمينال؟ ng اوكي زين. اسم الكومبوننت خلينا نسميه مثلا فورم، فورمز بهاي الطريقة. مثل ما تشوفون صار عندي تم انشاء الملفات خاصة بالكومبوننت اللي هي HTML و CSS و TS file. صار عندي ملف جديد اسمه فورمز، واوتوماتيك تم اضافته مثل ما تشوفون فورم كومبوننت اضافته اوتوماتيك داخل اب موديل. خلاص الحين احنا لازم نتطرق نروح نفعل الفورمز، نروح حق السلكتر اللي هو اب فورم، ونروح داخل اب موديل، الاب موديل لا الاب كومبوننت HTML، ونشيل القديم ونحط بداله اللي هو كومبوننت الجديد على اساس يتم تفعيله. مجرد ما انت سويت عملية سيف نفتح المتصفح مثل ما تشوفون فورمز ورك. لو انا افتح الفورم على الHTML بيكون عندي فورم وركس. اوكي لهذه المرحلة احنا ما سوينا اي شيء جديد، كل هاي الاشياء في كل درس احنا قاعد نذكرها نفسها. في البداية انا راح اضمن البوتستراب لان انا بالنسبة لي من احسن الفريم وركس CSS بوتستراب بهاي الطريقة. مثل ما تشوفون راح حق الدوكيومنتيشن، داخل الدوكيومنتيشن في اللي هو كويك، عندنا كويك تمبلت هاي بنحتاجه، خليك اكبر صفحة افضل. هاي الستارتر تمبلت ناخذ كوبي. زين وين انت تضم البوتستراب؟ خليك وياي ركز وياي في ذي النقطة. شوف في كل لو انت تسكر ملف الاب، ركز وياي داخل السورس تسكر ملف بالاب، في ملف اساسي اسمه index.html مثل ما تشوفون انا حاط عليه الماوس. انا تفتح هذا الملف راح تشوف في داخل شنو، راح تشوف في داخل HTML عادي مثل ما تشوفون اللي هو يبتدي بتاقات HTML. راح ننزل تحت ونضيف تحت شنو التمبلت اللي خذيناه اللي من البوتستراب، هذا هو التمبلت. بس احنا محتاجين نضيف شغلة داخل البادي اللي هو اب روت، هذه ضيفها كوبي بيست لا تغير فيها ولا شيء. شيل البادي اللي عندك اللي هو هلو وورد او واتس ايفر كان، حط بداله الاب روت بهذه الطريقة وامسح القديم كامل. اللينك تبون نخلي اللينك مال سمونه مال انجولار كوبي ونحطه داخل الهجر بهاي الطريقه ونمسح القديم تماما. مثل ما تشوفون صار عندي بهاي الطريقه اللينكات هنا في السخته من البوتستراب. بس اهم شيء عندي الابروت، الابروت هو اللي راح يفعل لي الشغل مالي انا. زين خلونا نسوي سيف
ولو نرجع للمتصفح نشوف شلون صار شكله اللي هو، خلونا نشوف وينه وينه وينه، ايوه شوفوا حتى الخط تغير مثل ما تشوفون، الخط تغير شوي شكله، معناته ان البوتستراب تفعل عندي. اوكي خلونا نشوف اللي هو بهاي الطريقة، خلونا نشوف عقب ما فعلنا البوتستراب. يعني لو هني نرجع للاب كومبوننت، هاي ما نحتاجه ما نحتاجه، خلاص خلاص من البوتستراب. نرجع مرة ثانية للابس، الابس نروح حق اللي هو الماي فون. اوكي خلونا نشوف الحين، راح ناخذ مثالين على تطبيق الفورم. في البداية في الاشتيمل خلونا نسوي فورم جديد، طبعا بعد نقدر نستعين بالبوتستراب ناخذ الفورم مالهم، نكتب فورم بهاي الطريقة. انا محتاج فورم بسيط، يفضل هاي الفورم تاخذ كوبي ترجع هني تسوي بي ار بهاي الطريقة، تسوي بست ونسوي عملية سيف ونشوف شلون صار ويانا. ممتاز تفعل عندنا الفورم. محتاج اسوي كونتينر، خل اسوي داخل ديف كونتينر. هاي كلها اشياء خاصة بالبوتستراب عشان يصير شكله شوي افضل. ايوه ممتاز، طبعا التشيك انا مو محتاجه، اشيل هذه الفورم، فورم جروب هاي اشيله. هنسوي فيو توجل راب بهاي الطريقه. هذه الفورم الاخير اللي هو في التشيك انا مو محتاجه. انزين في البدايه راح نطبق عندنا الايميل، طبعا بعد هذه السمول بعد مو محتاجه انا بهاي الطريقه. ممتاز صار عندي الايميل والباسورد، فخلنا نغير نسوي مثلا نيم. انزين والثاني خلينا نسميه مثلا ايج بهاي الطريقة. طبعا البليس هولدر نكتب ايج، ولا ننسى نغير الباسورد اللي هو اساس نوع الحقل الى تكست شي بهاي الطريقة. حتى الايميل خلينا نسوي تكست، والبليس هولدر انتر نيم بهاي الطريقة. مثل ما تشوفون صار عندي اي نيم وايج بهاي الطريقة مثل ما تشوفون. زين خلونا الحين نبتدي بالاشياء الخاصة بالشنو، بالانث الخاصة بالانجولا. طبعا خلونا نرجع نفتح التيس فايل محتاجينه ونسكر هالاشياء، محتاجين هالشيء. في البداية راح نستخدم شيء اسمه ng model. طبعا هذه الاي دي والاريا خلونا نشيلها انا مو محتاجها، بس البليس هولدر يعني يكفي. هاي بعد شيله. انزين في البداية راح نستخدم شيء اسمه ng model، طبعا لازم تكتبه داخل انبوت عشان تشوف بعد التايب او اي مكان داخل انبوت تكتب ng-model. مثل ما تشوف هو شلون طريقه كتابته، ng-model تخليه داخل قوسين، القوسين العاديين عقب تخليه داخل قوسين المربعين بهاي الطريقه. شوف طريقه كتابته بهاي الطريقه. عقب تكتب equal وتحط النيم، شنو تبي النيم؟ طبعا انا هني عندي نيم فهو صاير مضبوط. وبعدها لا تنسى تفعل النيم، النيم الخاص بالشنو؟ النيم الخاص بال هذا بهي الطريقة. النيم الخاص بال HTML اللي تعطي اسم للحقل، بعد خلينا نسميه نيم بهاي الطريقة. ونفس الطريقة نرجع نفعل ng-model للشنو؟ للإيج بهاي الطريقة. بعد نطلع برا ونفعل النيم ونسميه إيج بهذه الطريقة. كذي احنا قدرنا نفعل اللي هو شنو؟ نفعل الـ NG model. لهني خلينا نكون حلو. في البداية راح أسوي متغيرات نفس المتغيرات الخاصة بالنيم، فنسوي نيم مثلا خلينا نسميه، خلينا يكون من نوع string، وهاي string يقول equal. خلينا نخليه خالي في الوقت الحالي. عندي هني h، خلينا نخليه يكون من نوع number. زين خليه بعد فاضي، لا خليه فاضي بهاي الطريقة. حط علامة فاصلة منقوطة، والله خلينا نخليه 26، خلينا نحط عمر 26. زين لو انا ارجع الحين وافعل تحت، انزل برا يسمونه برا الفورم، واسوي PR ويب الديتا اللي انا حطيته اللي هي نيم، حسب المغيرات اللي انا حطيتهم داخل التيس فايل، بي ار
هاي الطريقة. هم تشوف ال H. لو اسوي انا لو اسوي علامه سيف مثل ما تشوفون يابلي شنو، تشوف يابلي العمر 26. لو انا اكتب هني مثلا فيصل مثل ما تشوف كتاب لي هني فيصل، نسويها بطريقه افضل، نكتب يور نيم هاي الطريقه. عندي هني نكتب مثلا يور ايج مثل ما تشوفون. احنا قدرنا شنو، مجرد ما تكتب مثل لو تمسح هني شيء بيطلع لك صفر. اوكي لو هني كتبت مثلا اسمك فيصل زين، وهني كتبت مثلا عمرك 30 مثل ما تشوفون، مجرد ما نكتب اي شيء يتغير. طبعا احنا لو شلون راح نسوي هذي بس نمبر، ونرجع هني على ال HTML ونغير من تكست نسوي نمبر. فمثل ما تشوفون احنا سويت انا السيف ما اقدر اكتب فيه كلام، لا المفروض ما اقدر اكتب، ليش صار شيء؟ اوكي وهاي الشيء مو موضوعنا حاليا، بس مثل ما تشوفون لو انا اكتب اي شيء يمكن ينطبع دايركت. هاي احنا قدرنا نستخدم الفورمز فيه. زين خلونا نسوي مثال شوي، نسوي امثله متقدم اكثر من هاي الشيء. راح انزل انا بعد تحت اسوي ديف جديد، خلونا نسوي بي ار، نسوي لنا بعد ديف جديد. هاي الديف جديد راح احط فيه بس اب محتاج انا خلي يكون بعد كونتينر على اساس يكون شوي كلاس كونتينر. اوكي والفورم هاي محتاج منه انا بس، الفورم هاي محتاج منه بس اللي هو حق الواحد. حنسوي يعني مثال طريقة مثل ما نقول طريقة اللي هو المنيو يعني، ومحتاجين البوتون. خلنا ناخذها نفسه مثل ما تشوفون. انا سويت النيم انزين، مثل ما سويت نيم نقدر نعطي مثلا نيم 1، نخلي نيم 1 اساس يختلف، ونقدر نسميه بعد نيم 1 بهاي الطريقه انزين لهني. تمام تمام ما عندنا اي مشكله، احنا ما سوينا ولا شيء جديد يعني ولا شيء يذكر. خلينا نحط بعد هني اتش ار اساس يكون في خط يفصل بينهم. ممتاز اوكي خلونا نرجع مرة ثانية نفعل شيء اسمه نيم 1 اللي هو المتغير اللي احنا سويناه، يخليه من نوع سترينج. هاي السترينج يكون فاضي بعد كذي زين. راح اسوي انا راح اسوي مثلا خلونا نفكر نفكر نفكر، خلونا نسوي متغير خلونا نسوي اري من نوع، وهاي الاري نسميه مثلا منيو بهاي الطريقة. نكتب نوع سترينج، طبعا خلينا نخلي القوسين عقب نسوي ايكوال اللي هما القوسين، نذكر فيه مثلا اللي هو برجر مثلا، هاي الشيء اصلا في داخل منيو بيتزا مثلا باستا، هذه هو اكلات داخل منيو باس باستا بهاي الطريقة. سوينا احنا شنو الاري في انواع من الاكل وعندنا المنيو زين. خلونا نسوي علامه سيف نتاكد انه ما عندنا اي مشاكل، ما في اي مشكله. اوكي راح اسوي فانكشن جديده داخل الفورم. شوف الفورم، ركز وياي فورم. بعد الفورم راح اسوي فانكشن اسميها شنو، راح اسميها مثلا ماي منيو، بس لازم تكون داخل قوسين بهاي الطريقه. لا اول شيء راح اسوي نوع الفانكشن شنو راح تكون، راح تكون سابمنت نفس اللي في الدرس تعلمناه قبل اللي هو مثلا كليك او ماوس اب او ماوس داون، هاي اللي تعلمناهم. لازم نحط نوع الفانكشن في البدايه، راح اسويها ايكوال، وهذه اللي ايكوال راح تكون اللي هي ماي منيو بهاي الطريقه. لا تنسى القوسين، اخذ دائما اخذ اسم الفانكشن كوبي بيست عشان ما يكون عندك اي خلل بالموضوع. لو سوينا ريفرش ما في اي تغيير. ننزل تحت هني تحت المنيو اي مكان يعني، بس ما يكون داخل كونستراكتر، داخل الكلاس بس اهم شيء ما يكون داخل كونستراكتر. زين بهاي الطريقة فتحنا اللي هي فتحنا الفانكشن مالتنا. شنو راح اقول له؟ راح اقول له this dot dot menu اللي انا مساويه فوق،
دوت بوش. البوش يا جماعة الخير معناته ان انت ضيف، ان انت ضيف. هاي في الاضافة ان شاء الله راح نتطرق له في الداتابيس. زين، في دروس الداتابيس راح نستخدم البوش والبوب وايد، ان انت اضافة شنو، اضافة ايتم جديد داخل الاري اللي هو اسمه منيو. اوكي زين، هذه الاري انت اللي بتضيف لي اياه، وانت باخذه انا من اي حقل، الحقل اللي اسمه نيم 1، راح اقول له ذس دوت نيم 1. مثل ما تشوفون انا سويت حقل جديد. خلينا نرجع مره ثانيه عشان نشرحها بطريقه افضل. نرجع مره ثانيه هنا، في شيء اسمه شنو، اسم الحقل مالي اللي هو ان جي مودل اسمه نيم 1 اللي هو هذه، هو انتر نيم 1. بيروح ياخذ لي، راح ياخذ القيم اللي راح اضيفه هنا بعد ما اضغط سبمنت، راح يضيفه وين؟ راح يضيفه داخل الاري اللي اسمه برجر وبيتزا وخلافه. انزين، شنو راح اقول له انا؟ بعد راح اضيف، اقول له ان اقل ما تسوي عملية الاضافة، خلي النيم 1 يكون فاضي، على اساس انه ما يتم فيه الايتم ايكوال بهاي الطريقة، يكون فاضي. انزين، بهاي الطريقة الحين احنا قدرنا ان خلونا نشوف هل كودنا صح ولا مو صح. خلنا نسوي عملية السيف. انزين، في البداية بعد لازم نسوي لوب تحت، اساس ان انا اظهر فيه الاشياء. وين الفورم مالنا؟ تحت الفورم. خلنا نسوي بي ار. هاي البي ار راح يكون اللي هو ديف، هاي الديف. خلنا داخل الديف نسوي اللي هو ان جي، هاي الشيء خذيناه سابقا، ان جي 4 let items for. احنا شنو سميناه هني؟ احنا عندنا منيو، راح تاخذ، نقول له انت خذ الايتمات من المنيو، هاي شيء شرحيناه سابقا. نسوي يو ال ال اي، الاي داخل، خلينا نخلي اتش 3 عشان يكون يبين، خلي داخل الايتم جدا. المفروض يطلع ممتاز، طلع لي البرجر والبيتزا والباستا. لو انا اضيف الحين مثلا رايز، هنشوف مثل ما تشوفون ضاف لي الرايز، ممتاز ممتاز. مثلا خلنا نكتب مثلا تيست، مجرد تشوف الحين ما في شيء انضاف. لو انا اضغط سابمنت دنزل تحت بيطلع لك تيست موجود. مثل ما شفتوا احنا قدرنا نضيف داخل، يعني هذه الطريقه اللي راح نستخدمها ان شاء الله، ان انت نفس ما كنا قاعد نضيف داخل داتابيس. بس اني ما راح يتغير شيء، ليش؟ لانه ما عندك داتابيس اساسا، يعني ما راح ينضاف داخل فعليا، راح ينضاف داخل داخل ال، خلينا نقول داخل الاري، بس لكن انت قدرت تضيف. لو انت تسوي ريفرش طبعا راح تروح القيم، يرجع القيم الاساسيه. فبهاي الطريقه احنا قدرنا احنا نقدر نضيف الاضافة، يعني شلون نقدر نستخدم الفورم ونضمن الفورم داخل الانجولار. خلونا نوقف هنا، ان شاء الله بنكمل في الدرس القادم، ومع السلامة.